مع العازف العالمي اللبناني العالمي عمر حرفوش يلي تمكن من أسر العالم بالموسيقى والمعزوفات يلي قدمها بمعهد العالم العربي بفرنسا، وخاصة معزوفة طرابلس وجبال الأربعين يلي نالت إعجاب الحضور من جميع أنحاء العالم. نعم، هذه الخطوة جاءت بعد النجاح الكبير اللي حققته معزوفته اللي ألفها خصيصا من أجل السلام واللي أقيمت في البرلمان الأوروبي وعنوانها من أنقذ حياة واحدة أنقذ البشرية. خلونا نستمع لمقطوعة الموسيقية من أجل السلام. طبعا للحديث اكثر حول الموضوع بينضم لنا بالاستوديو الموسيقار اللبناني والعازف العالمي عمر حرفوش. صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا. اهلا، شكرا على الاستضافه. بدايه مبروك النجاح على المقطوعه الموسيقيه من انقذ حياه واحده فقد انقذ بشريه. حدثنا اكثر عن مصدر الالهام وراء المقطوعه. من انقذ حياه ينقذ البشريه هي موجوده بالتورات هالجمله، وموجوده ايضا بالقران الكريم وبالانجيل. بالقران الكريم بتقول ومن احياها كمن احيا الناس جميعا، يعني من ينقذ حياه ينقذ حياه البشريه جميعا. هي الجمله ذاتها موجوده بالثلاث الكتب المقدسه. اليوم الناس بحاجه للسلام، بحاجه يشوفوا مخرج من النفق المظلم اللي احنا موجودين فيه. فطبعا وقت ألفت القطعه وعزفتها بالاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي مركز الرئاسه الاوروبيه ولا مره صار فيها حفل موسيقي وحدا عزف قبل هالمره، عطت نجاح وكانوا موجودين كل المسؤولين الاوروبيين. وهي كانت بدايه لجوله عالميه بدي ابرم فيها وتنتهي بايلول المقبل بالامم المتحده بيوم السلام العالمي. فعندي محطات اللي هي باريس، عندي الجمعه بدبي هيدا الجمعه القادم بدي اخذ جائزه واعزف هيدي القطعه اول مره بدوله عربيه وخصوصا دبي. نعم. وبعدين عندي محطات بالفاتيكان بروما وبيزيه بفرنسا مع الاوركسترا سيمفونيك بست اذار. فعندي جوله تقريبا بمدن مختلفه بالعالم، وهلا موجود بدبي تحضيرا لنهار الجمعه. نعم. طيب، من ضمن المقطوعات اللي نالت على اعجاب الجمهور وفي مقطوعه قريبه الى قلبك وهي طرابلس، لو تحدثنا عن هذه المقطوعة أكثر. أنا ولدت في مدينة طرابلس لبنان، لأنه في كمان طرابلس في ليبيا، ولكن نعم. لبنان في عاصمة الشمال اللي هي طرابلس. ولدت أنا خلال الحرب الأهلية بلبنان، فما كنت أعرف من حياة غير الحروب والدمار. فطبعا علاقتي أنا وصغير كانت غريبة لأنه متناقضة، لأنه كيف ممكن تحب مدينة يلي الناس أكتريتها كانت فيها عم تموت عم بتحارب عم تجوع. ولكن وقت ال 17 كان عمري 17 سنة وقت سافرت على أوروبا وعشت لليوم عايش بأوروبا، دل عندي حب لهالمدينة مع كل التناقضات اللي موجودة بالحب اللي عندي للمدينة.
وقدرت ترجمته بالقطعه اللي الفتها لطرابلس. هيدي الشغله كتير صعبه لانه نحن اللي عايشين خصوصا اللبنانيين عايشين بكل انحاء العالم عندنا مشكله انتماء. ما بنجرب نقر بحبنا لبلدنا او مدينتنا او الحي اللي كنا عايشين فيه او القريه اللي احنا جايين فيها، بنجرب قد ما فينا نندمج بالمجتمع الموجودين فيه ونصبح امريكان وفرنسيين وانجليز وايطاليين اكثر من السكان الاصليين. فوقت بتمرق بمرحله بعدين بترجع بتشتاق للاماكن اللي انت عشت فيها انت وصغير، لاصدقاء الطفوله، للروائح اللي كنت تشمها انت بطفولتك. فترجمت بهيدي القطعه وكثير استغربت انها من اخر كونسير عملته معهد العالم العربي أكثر قطعة حبوها الناس وطلبوا أني أرجع أعزفها. هي أول شيء أنا كتبت للبيانو بعدين عملت لها توزيع للأوركسترا، واليوم أنا يمكن من أكثر موسيقى أحبها، يعني أكثر شيء قريب على قلبي. نعم طبعا لا يجوز التعميم أنه غالبية اللبنانيين ما عندهم شعور بالانتماء، في البعض عندهم شعور وشعور مترسخ. نحن رح نتوقف حتى نتابع بعض المقتطفات الموسيقية ومتابع حوارنا. استمعنا لفانتازي أوريانتال أو الفانتازيا الشرقية إذا صحت ترجمتها. طرابلس مدينتك الأم وحيت لك بالمقطوعة، لما بتستوحي لمقطوعات تانية طبعا من أنقذ حياة أنقذ بشرية، الأوضاع العامة ألهمتك، ولكن بالإجمال مصادر إلهامك من وين بتستقيها؟ أنا لبناني فمصدر إلهامي من جوا هو لبنان بالإجمال والعالم الشرقي. نعم. عشت بالاتحاد السوفيتي، سافرت على كل مدن ودول آسيا الشرقية، حتى بفرنسا وبأوروبا في كتير كمان أحياء بيجتمعوا فيها الناس الجاي من الشرق من الأوريون، المايون أوريون، الشرق المتوسط والشرق الأقصى. دايما كانت حتى وأنا عم بدرس بالكونسرفاتوار بمصر كان دايما معلمتي تقلي كيف ما جرب أعزف أوروبي دايما يطلع نوتة أو اثنين شرقية. هالشي موجود بداخلي، الفرق بس أني أنا عملت قد ما فيني طلعهم وترجمتهم بالطريقة الأوروبية. يعني بعزف البيانو هي آلة أوروبية، ما فيك تعزف الربع اللحني اللي عنيه بالشرقي، ولكن أنا بجرب قد ما فيني أني أعمل جرب أقرب على الربع اللحن. وهيدي الفانتازيا أوريونتال هي جواز سفري، هي أكتر شيء معروفة من مؤلفاتي، وبفضل عم سافر على أكتر مدن العالم. عزفت بسمرقند، عزفت باللوفر بأبو ظبي، عزفت بأكتر أماكن الموجودة بالعالم، وحلمي أني أعزفها بكل دول عربية من بغداد لعمان للبنان ل سوريا. وإن شاء الله الجمعة راح تعزفها بحفل دبي. دبي بس حفلة، بس مقطوعة من أنقذ حياة. بس مقطوعة. لأنه أنا جاي استلم جائزة وأعزف هيدي القطعة. مبروك سلف. شكرا. لو تحدثنا الحين عن تأثير موسيقاك في الثقافة العربية والعالمية، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. الموسيقى الكلاسيكية يعني شوي مش معروفة كتير بالدول العربية لأنه في الموسيقى الشرقية، لأنه الآلات اللي موجودة بالدول العربية مش هي الآلات الأوروبية، ولكن في كتير استلهام من الموسيقى الكلاسيكية من ألحان شرقية. إن كان بالإمبرسيونيست وقت كان كلود ديبيوسي ورافيل استوحوا من الموسيقى الشرقية، أو الموسيقى الكلاسيكية من ريمسكي كورساكوف، ألف ليلة وليلة وشهرزاد وغيره. أنا من لبنان ودرست المدرسة الروسية الأوكرانية اللي هي مدرسة السوفيتية للموسيقى، فعندي كان التكوين الأساسي اللي هو قدر أنا أعبر عن موسيقى الشرقية عبر الآلات الأوروبية لأنه هن عندهم هيدي المدرسة. هلأ اليوم نحن المؤلفين والموسيقيين والبيانيست وعازفين الآلات الغربية مش كتير معروفين بالعالم العربي، مثلا المؤلف هتاف خوري اللي هو مؤلف عظيم بأوروبا ما حدا بيعرفوه يعني أو اللي بيعرفوه من العامة، ولكن الموسيقيين المحترفين بيعرفوه. الشرق هو إلهام لكل دول العالم إن كان بالأدب ولا بالطب ولا بالفن ولا بالعمارة ولا بالموسيقى، لأنه الآلات أصلا الغربية هي أصلا شرقي. القانون منهم عمل البيانو والكمان والجيتار وكل الآلات أصلا جاية من الدول العربية. فأنا بالنسبة لي الفرق بس أني أنا أعبر عنها وأكتب للأوروبيين الموسيقى الشرقية.
نعم. إلى أي مدى بتحس أن الموسيقى اللي يقال أنها لغة عالمية يفهمها الجميع حتى لو ما كانوا يتحدثونها أو يعزفونها، إلى أي مدى بتحس أن موسيقتك رح تترك أثر بوجدان الشباب والجيل القادم، خاصة أنه أنت عيشت أزمنة مختلفة وإذا بدك مطلع أو صلة وصل بين ثقافتين أو حضرتين الغربية والشرقية؟ الموسيقى مؤثرة جدا، والدليل هن الكونسيرات اللي عملتهم بالاتحاد الأوروبي والمعهد العالم العربي. أعطيكم مثل، بالاتحاد الأوروبي كانوا كلهم سياسيين من أحزاب مختلفة، نعم. كانوا مختلفين قبل الكونسير مين وين بده يقعد، أنه أنا ما بقعد مع المنافس السياسي لأي، وكان من كانت رئيسة الاتحاد الأوروبي لوزير الخارجية وكذا. وقت عزفت مقطوعة السلام وقبل ما عزفها حكيت أنه إحنا لازم نفكر بالسلام ونتقرب من بعضنا كبشر وكشعوب، وقت خلص وقفوا كلهم زقفوا وكليتهم قربوا علي، ما عاد في عندهم مشكلة أنهم مين هيدا من أي حزب من أي منطقة، فتوحدوا. نفس الشيء بالمعهد العالم العربي، كان في من كل كان في 100 VIP، يعني كانت الحفلة مش لعامي، كانوا للفي اي بي وكانوا 100 شخص. فحسيت بعد الموسيقى أنه كليتهم صاروا حابين بفكرة واحدة، هي أنه الموسيقى اللي جمعتهم هي السلام والتعايش الشعوب مع بعضها. فطبعا الموسيقى بتوصل دغري للقلب وتوصل للروح، فهيدا الشيء أنا متأكد منه، وإذا بتجوا نهار الجمعة بتحضروني بتحسوا بنفس الإحساس إن شاء الله. على أمر طبعا أنه أثر الموسيقى يبقى صدى أكثر من وقت المعزوفة نفسها، التآخي والتكاتف يلي عم تحكي عنه يمتد إلى ما بعد الحفلات الموسيقية. نعم طبعا نبغي نعرف خطوات عمر حرفوش في المستقبل، شو هي الخطط المستقبلية اللي عندك للسنة اللي هلأ؟ نعم. موجودة 2024-25 عندي الجولة العالمية اللي بدي أزور فيها بأماكن مختلفة، خصوصا بالأماكن القرار السياسي، يعني إن كان بالاتحاد الأوروبي أو بالمجلس الشيوخ الفرنسي عزفت، ومعهد العالم العربي اللي هو رمز بفرنسا وبباريس، وقريبا بالفاتيكان اللي هو كمان المركز الروحي العالمي، وبالبرلمان الإيطالي. فعندي كل هيدي المناطق اللي راح أحزف فيها اللي هن أماكن القرار، لأنه السلام ممكن يصير الواحد فينا نفكر فيه فينا نتمناه، ولكن حتى يصير في قرار سلام لازم الأشخاص اللي هن معنيين بالسلام واللي بيقدروا يعموا بالسلام لحتى الشعوب تقدر تعيش برياحة أكتر وبمحبة أكتر، عم بعزف لهم لقلهم حتى أحكي لهم نحنا الناس العاديين شو حابين يكون عنا سلفة. مبدئياً أنا حابرهم على برلمانات أوروبا الأكثر الأوقات، وبنهي بالجمعية المتحدة بيوم السلام العالمي. هيدي البرنامج هالسنة، يلي بعدها هو عزفي مع الأوركسترا فيلارمونيك 53 موسيقي، قطع أنا مؤلفة كونسيرتو البيانو والأوركسترا واللي هو عمل كبير، أنا هلأ عم أتمرن عليه لأنه بدي أعزفه أول مرة ببيزيه بفرنسا مع الأوركسترا فيلارمونيك، وبعدين بدي أوقف عزفه بدي أعزفه بعد سنة من جديد. نعم. مع الأوركسترا الفيلهارمونية الفرنسية. لكل الأشخاص اللي حابين يحضروك نهار الجمعة، قبل ما نشكرك، الحفل أين رح يكون؟ بيقدروا يحضروني على الانستغرام لانه حفل خاص. نعم. ولكن حط بعدين الفيديو على الانستغرام مثل ما قال بالعاده. تمام. فاذا اللينك بتتابعوه فيما بعد على صفحه الموسيقار اللبناني والعازف العالمي عمر حرفوش اللي كان ضيفنا لليوم. شكرا جزيلا وكل التوفيق لك. شكرا جزيلا لك. نعم وصلنا جرازيل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نعم ختمناها بالموسيقى. نعم نتمنى طبعا من مشاهدينا متابعتكم دائما وتفاعلكم معنا عبر مختلف منصاتنا الرقمية لدبي للإعلام. عبدالله وأنا منلقاكم بكرة إذا الله راد بحلقة جديدة من دبي هذا الصباح بتمام الساعة 10 على تلفزيون دبي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.